مؤسسة صناع الحياة اللي الحقيقة ركزوا في شغلهم على الاهتمام بتنمية الشباب وبتنمية قدراته ومهاراته. وسعيدة ومتشرفة أيضاً أن مؤسسة صناع الحياة ضمن التحالف الوطني عضوة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي قرر أنه هو يشتغل مع كل ويضع تحت مظلته مؤسسات منظمة المجتمع المدني منذ أن أعلن السيد الرئيس في 2022 أنه عام المجتمع المدني. فإذا المنظمات والمؤسسات بتشتغل مع توجهات الدولة من أجل التنمية المجتمعية. جائزة دوك إدنبرا هي جائزة عالمية، إحنا كصناع الحياة كجزء من التحالف الوطني بنمثل هذه الجائزة في مصر. الجائزة لها مستويات مختلفة، مستوى برونزي، مستوى فضي، مستوى ذهبي. المستوى دوت كل مستوى من المستويات في مراحل معينة، وزي في مشروع تخرج زي اكسبيديشن كده بتتعمل. الجائزة معنية بالشباب ومعنية بتعليم مهاراتهم وتعليم ان هو يبقى عنده نوع من الاستدامة لهذه المهارات علشان يوصل لمستوى معين. بنحتفل ب 220 واحد بيتخرجوا في المستويات المختلفة بتاعتنا. صناع الحياة دايما مؤمنة جدا بالشباب، بتقوم بشكل أساسي على التطوع، فكل ما هو بيشتغل على الشباب أو بيشتغل على التطوع احنا بنشتغل معاه، وعشان كده احنا موجودين النهاردة في الجائزة. الشباب المصري بنتيح لهم قنوات عشان ينموا مهاراتهم وقدراتهم بشكل كبير جدا من خلال كذا تراك أو من خلال كذا جائزة، في جائزة البرونزية، الفضية، الذهبية، بحيث في الآخر كل شاب بيطلب منه مهام معينة بيختار هو بنفسه ازاي ينمي مهاراته، ازاي يشترك في أعمال تطوعية، ازاي يشترك في مهارة رياضية هو بيختارها، وازاي في الآخر ان هو يطلع يعمل اكسبيديشن او كامب عشان يتعلم المهارات الأساسية. الجائزة دي علمتني كتير جدا جدا، وعلمتني من اكتر الحاجات ان انا اكون بتدرب واتعلم مع ثقافات مختلفة واتعامل مع ثقافات مختلفة واطلع بره الدائرة اللي اكون مرتاح فيها. كمان الجائزة ادتني فرصة اني اكون اشوف حاجة جديدة انا عمري ما كنت اقدر ادركها من غير ما اكون بخوض التجربة دي. اتعلمت التعاون والتيم ورك، لان احنا كنا مجموعة بنشتغل مع بعض وبنساعد بعض. اتعلمت ان انا يبقى عندي اهداف احطها واقدر احققها، ويبقى عندي خطة مظبوطة ازاي احقق ده. واللي جاي ان انا حابة ان انا استفيد من الاكسبيرينس دي في حياتي، بقى ان انا بقى منظمة عندي اهداف اتعلم ازاي احققها في وقت اللي انا محددة نفسي. في اخر الجائزة عشان تنهيها بنتعلم ازاي نعتمد على نفسنا. الاكسبيديشن بقى بنتعلم منها ازاي نعمل اكلنا بنفسنا، الرحلة طويلة، الخريطة بقى وحاجة زي السفاري وكده بنتعلمها. واثناء الرحلة بنتعلم بقى ونتعرف على ناس جديدة، بنبقى كلنا تيمات مختلفة، فبرضه بنبقى اكتسبنا خبرات جديدة ومهارات جديدة غير اللي اتعلمناها اثناء الجائزة على مدار الجائزة. الجائزة حسنت من حياتي كتير وعلمتني التوازن وخلتني شخصية مش اعتمادية، وثقتي بنفسي عاليه جدا، وحولت من شخصيتي بقيت شخص يعني عنده خبرة في حاجات كتير، لان هي متقسمة لاربع اجزاء. طبعا اي حد في السن الصغير ده بيبقى عنده دراسة، هي بتخليه بجانب ده يعمل حاجات تانية كتير جدا. حلو برضو ان في برضو عربية بتيجي برضو تتفرج للناس كده، متوفر علينا طبعا ان احنا طبعا نعمل خدة وحاجات دي. انا من المحروسة باخد وجبة الطعام حلوة وزي الفل، مكرونة وكفتة كل يوم بنيجي. احنا بنشكر التحالف الوطني اللي مشارك معانا في موضوع التغذيه. بصراحه الفكره بناءه وجميله، الفكره بتخدم اكثر من 700 طفل عندي. بدانا اللي بالتوعيه مع اولياء الامور، الحمله دي على اساس ان احنا نقص المناعه للاطفال، التقزم، المشاكل الصحيه للطفل. بنعمل خمس وجبات من الحد للخميس، كل يوم وجبه. مثلا في يوم مكرونه بالكفته، يوم بيتزا ومع خيار وفاكهه، في يوم سندوتشات جبنه ومع برضه خيار وفاكهه، وفي يوم حلو بقى اخر حاجه يوم الخميس بيبقى يوم بقى بنقفل الاسبوع بحاجه جميله مسكره كده، يعني كان رز بلبن او بليله او شعريه، اهم حاجه باللبن. فتحس ان كل العناصر الغذائيه مكتمله مع بعضها في الاسبوع. طبعا الوجبات ديت كويسه جدا، بتحتوي على في بترفع مناعه العيل كويس جدا، وهو وفي نفس الوقت هما مهم بيهتموا بموضوع الاكل بالذات في وقت معين، بيدوا له الاكل في وقت معين، عشان هو بيفهم من
المناعه بتاعته. يعني احنا مش بنقدر ان احنا نحضر للاطفال الوجبات دي الصبح، هم بيوفروها لهم، فبتساعدهم اكيد في التركيز وان هم يحصلوا المواد العلميه كويس. احنا عندنا العيادة الطبية شغالة على مدار الاسبوع طبعا بالتنسيق مع التحالف الوطني. احنا موقعين بعض البروتوكولات مع مستشفيات الخاصة ومستشفى الجامعة. النهاردة طبعا احنا الحالة اللي بتحتاج عملية بيطلع معاها مندوب من عندنا حسب تحويل الدكتور حسب التخصص. انا شغال في العيادة شغالة جميع التخصصات. الحاجات اللي بتحتاج تحويل فوري بيتم، وبالتنسيق برضو مع الدكتور، وبنفضل متابعين الحالة لحد ما نوديها المكان اللي الدكتور عندنا حدده. بدأت تجينا حالات طوارئ، يعني ان احنا مديريات الصحة بدأت في عربيات اسعاف تاجي في عربيات طوارئ، لان انا شغال على طول. العيادة هنا بتستقبل جميع الحالات وجميع التخصصات، من اول استقبال المريض جميع التخصص، ممكن لو عيون او جراحه او قلب بنحول المريض اللي محتاج عمليات بنوديه المستشفيات الجامعيه. في بروتوكول تعاون ما بين المؤسسه والمستشفيات الجامعيه، والحالات اللي هي مستعصيه او محتاجه عمليات مش موجوده في المستشفى الجامعيه المؤسسه بتقوم باجراءها في مستشفيات خاصه. طبعا في حالات بنتابع معها بعد اجراء العمليات بتحتاج ان هي اعاده كشف تاني او رعايه، بنهتم بيها برضو وبنتابع معاها وبنكون على تواصل لحد ما يتم الشفاء الكامل ليها بإذن الله. طبعا احنا هنا شغالين يوميا، طبعا بتجيلنا حالات كتير، حالات البطنة، حالات الأطفال، حالات اللي هي شغل الجي بي، شغل الطوارئ أو شغل الممارس العام، التهابات المعدة، نزلة شعبية، الحالات اللي هي بيتعامل معها طبيب الوحدة أو طبيب الممارس العام بيجيلنا هنا يوميا، يعني حوالي 50 حالة بنتعامل معهم الحمد لله، وشغالين على مدار الأسبوع طبعا. الكشف طبعا والعلاج مجاني، وبنقدم العمليات الجراحية والإشعاعات كل ده بالمجان عن طريق عمل أبحاث، وفي متابعة مستمرة للحالات، وده بيتم عن طريق إن الدكتور بيكتب لنا تقارير للحالة دي مستحقة ولا لأ أو محتاجة عملية أو إشعاع. موجودين هنا باستمرار في خدمة أهلينا وناسنا، ناس كلها أهلينا، بنحاول نقدم خدمات لهم على أكمل الوجه. المريض بيدخل مثلا للدكتور لو ما قدر الله عنده أي عمليات ولا حاجة بيرجع لنا، بنرفع كشف للمؤسسة وبينزل باحثين من المؤسسة تبحث الحالة تشوفها مستحقة أو لأ. والله ما بيتأخروا عنا، كل شوية كده يقولوا تعالي اكشفوا، ما بيتأخروش عنا أبدا. أنا جيت أكشف عن الدكتور، والدكتور قال لي كتب لي على العلاج وأنا دماغي وجعاني، وقال لي اعمل إشعاع وتعالى اليوم الخميس. هم هنا في العيادة ما اتمنى خدمات كتير قوي، وبجد مش عارفة احنا نشكرهم ازاي. وأنا لما جيت وكشفت، ودي مش أول مرة لي أن أنا أجي يعني، ويعني كل حاجة بيقدمونا وخدمات كتيرة، وبجد ربنا يخليهم لينا. عندنا وجبة إفطار النهاردة 120 طفل. الوجبة النهاردة عبارة عن مكرونة بالصلصة والكفتة، وبكرة بمشاعة الله عندنا جبنة وخيار وفاكهة. بنوفر الوجبات الأساسية للأطفال اللي هي مش الأهالي بيوفروها لأولادهم في البيت، احنا بنوفرها لهم ان هو تحت مظلة التحالف الوطني. بنقدم الوجبات دي بصفة دائمة مستمرة يوميا، كل يوم وجبة مختلفة بتحتوي على مواد بروتينية، مواد جبنات وخضار وفاكهة وكفتة ومكرونة. النهاردة موجودين ضمن مبادرة ايد واحدة، موجودين في اليوم التالي على التوالي في مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية. النهاردة موجود معانا 5 تخصصات: بطنة وعظام وجلدية وأطفال وأنف وأذن وحنجرة. الإقبال جامد جدا النهاردة على القافلة، لأن الناس صدقتنا امبارح وشافت الخدمة اللي بتتقدم في القافلة، فالنهاردة الإقبال جامد جدا. لحد دلوقتي احنا الساعة 11 وداخلين على أكتر من 700 حالة حاجزين ومستنين الانتظار الكشف. الخدمة اللي بتتقدم كشف وعلاج وعمليات وكل حاجة بتتقدم مجانا هنا في القافلة. النهاردة القافلة بالتعاون مع مجلس الوزراء ولجنة التخصصات الطبية تخصصات بطنة وأطفال وجلدية وعظام وأنف وأذن، القافلة الطبية كلها مجانا، سواء كشوفات علاج، لو في حالات فيما بعد تحويلات عمليات أو إشاعات أو تحاليل بنبدأ نحولهم لأقرب مستشفيات تبع البنك شفاء. طبعا العدد المستهدف بتاعنا النهاردة حوالي 1000 حالة أو 1200 حالة، وفي احنا موجودين من الساعة 8 الصبح، في تكدس جامد من الحالات، وإن شاء الله نقدر نأدي الخدمة على أكمل وجه.
مؤسسة مصر الخير النهاردة في مركز القصاصين محافظة إسماعيلية بننفذ قافلة عيون. مستهدفنا إن شاء الله هنوصل لأكثر من 600 مريض وهنعمل أكثر من 200 عملية جراحية. إحنا جينا محافظة إسماعيلية في مركز القصاصين علشان إحنا بندرس الاحتياجات الأول وبنتأكد إيه التخصص المطلوب في الفترة دي للمرضى اللي موجودين، وعرفنا إن في احتياج كبير للعمليات العيون أو الكشف عيون جوه قرية أم حبيب في مركز القصاصين، وعلى أساس كده جينا النهاردة بننفذ القافلة النهاردة مع كعضو يعني مع التحالف الوطني ضمن مبادرة إيد واحدة. نتمنى إن إحنا يعني يكون عند حسن ظن الناس هنا. طبعا القافلة دي من ضمن أنشطة مؤسسة مصر الخير جوه محافظة إسماعيلية، دي مش بس النشاط الوحيد اللي بتقوم بيه المؤسسة جوه المحافظة. خلال الفترة اللي فاتت قدرنا نطور مدارس، قدرنا ننفذ مساعدات إنسانية بشكل مختلف، قدرنا إن إحنا نوصل شبكات مية ووصلات مياه منزلية ومجموعة من التدخلات قامت بيها المؤسسة خلال الفترة اللي فاتت في محافظة إسماعيلية. القافلة على مدار يومين النهاردة بكرة بإذن الله بتم استقبال الناس من الساعة 8 صباحا، والناس بتنتظر في الفراشة وبنستقبلهم أحسن استقبال، وبيتم دخولهم داخل غرفة الكشف مجموعات، وأي حد بيكون محتاج عملية بيتم إجراء العملية ليه خلال اليوم بإذن الله. برنامج ابن بكرة المقدم من بنك الطعام، البرنامج بيعالج التقزم وفقر أنيميا الدم. بنشكر كل الناس اللي واقفة معانا من التحالف الوطني، بنك الطعام، مبادرة إيد واحدة، على المجهود الرائع الجبار اللي بيعملوه معانا الفترة الأخيرة في معالجة أولادنا والوجبات الأسبوعية اللي بتتقدم. الوجبات بتبقى عبارة عن يعني كل يوم وجبة سخنة مختلفة عن اليوم اللي قبليه. الوجبات عندنا بتحتوي على بروتينات ومعادن، وجبات صحية وسليمة جدا. الفاكهة والخضار شيء أساسي في مكونات الوجبة. بنقوم بتوزيع الوجبات يوميا داخل الروضة. الوجبات بتتقدم بجدول ثابت يومي. اللي بيقوم بتنظيم الوجبات دي عمال وطهيات مدربين من قبل بنك الطعام المصري. بنقدم لهم خضروات وبروتين وفواكه، وبنقدم هنا معظم الأكل فريش. بنيجي كل يوم بنعمل وجبات سخنة لحضانة الروضة فيها بروتين وخضروات وفاكهة تحت شرف البنك الطعام والتحالف الوطني لهدف إسعاد الطفل. احنا النهاردة في حفلة توزيع الكراتين بواسطة خدمة روعة من نور، وهي الخدمة دي تحت مظلة ورعاية أسقفية الخدمات برعاية سيدنا أنبا يوليوس، وتحت رعاية ومباركة قداسة البابا تودروس الثاني. احنا النهاردة بنوزع الكراتين دي للأسر المخدومة من الخدمة اللي هي الأسر الأكثر فقرا في القرى والنجوع بمحافظة سوهاج. الكرتونة بتحتوي على مكرونة وعلى رز وعلى سكر وعلى زيت وسمنة وحلوة طحنية وبسكوت وعسل، ودي السلعة التموينية اللازمة لأي أسرة خاصة الأسر الأشد احتياجا والأكثر فقر. بشكر كل القائمين على خدمة الرعاية والنور، المؤسسة اللي بتعمل تحت ظل قيادة الكنيسة القبطية برئاسة قداسة البابا تودروس الثاني أسقفية خدمات الأنبا يوليوس. والنهاردة جايين علشان يشاركونا توزيع كراتين على الناس الفقراء المحتاجين للمساعدة، وهي حليفة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنمية. إن شاء الله شغالين في المحارة، وبعد المحارة إن شاء الله هنشتغل سيراميك ونقاشة، وبعد كده الفرش. بنفرش 17 بيت إن شاء الله، وبنسلم الحياة الحالة بيت صحي ملائم إن شاء الله. اخترنا 17 الأكثر استحقاقا، وإن شاء الله شغالين دلوقتي في جميع المراحل معاهم وخلاص في المراحل الأخيرة، وبإذن الله في الفترة القادمة تم التعاون مع التحالف الوطني وجمعية الأرمان إن شاء الله في ناس تستحق، وحنبدأ لهم مرحلة ثانية. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجمعية الأرمان على يعني على العمل الخير ده، يعني شقة 4 غرف ومطبخ حمام، والله العمالة يعني محارة وبيجوا من الساعة 6 العمالة، وربنا يعينهم يعني.